المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا وصفحات السوشيال ميديا بتتكلم عن الاهلي، بتقول ايه بعد الفوز على الزمالك بخماسيه. نبدا مع بعض ترند الاهلي من حساب جول على تويتر، واللي نشروا بعض الارقام بعد مرور ثلاث جولات من الدوري المصري. الاهلي هو صاحب اعلى اهداف برصيد 10 اهداف، يليه نادي بيراميدز ب7 اهداف. البنك الاهلي صاحب اقوى دفاع، حيث لم يدخل مرماه سوى هدف واحد. فشل النادي الاسماعيلي في الخروج باي نقطه، حيث هزم في الثلاث مباريات في الدوري حتى هذه اللحظه. صوره طبعا رائعه، حمد فتحي، شريف حسين، ايمن اشرف قفشه، والخماسيه بالتاكيد للجمهور بعد الفوز على الزمالك. لكن ارقام مميزه بالنسبه للاهلي بعد الفوز على الزمالك واول ثلاث مباريات في الدوري العام. طيب حساب الاهرام وحساب الاهرام على تويتر بيتكلموا على ان محمود متولي بيعود لتدريبات الاهلي يوم الخميس بعد غياب طويل. ان شاء الله نطمن على حالته، ويمكن الفريق كلنا عارفين ان خد 5 ايام اجازه، موسيماني منح الفريق 5 ايام اجازه، وهو حتى سافر جنوب افريقيا وهيرجع ان شاء الله مساء الاربع مساء الغد، ومن السبت للاربع اجازه، واول مرانا هيكون يوم الخميس، وبالتاكيد هتكون في مباراه وديه والاستعداد للمرحله الجايه، لان كمان بعد التوقف اللي جاي في 3 مباريات للاهلي في الدوري، قبل التوقف اللي جاي كمان في مشاركه منتخبنا الوطني في كاس فيفا للعرب اخر الشهر الجاري. طيب نروح لحساب الوطن الرياضي، وحساب الوطن الرياضي بيتكلم على ثنائي الاهلي المصاب العائد في الفتره القادمه. الصفحه الرسميه للوطن سبورت بتتكلم على محمود متولي وصلاح محسن، وكان في فرمان من بيتسو موسيماني ان الجهاز الطبي يتابع حاله الثنائي خلال فتره الاجازه، عشان لما الفريق يرجع للتدريبات يوم الخميس يكون الاثنين موجودين ان شاء الله في المران الجماعي، والف مليون سلامه عليهم، وان شاء الله نشوفهم في التشكيله وفي التدريبات الجماعيه خلال الفتره اللي جايه. طيب كمان مع بعض، ونبدا من خلال حساب يلا كوره. تقارير عاد جلاتا سراي اهتمامه بضم اليو ديانج خلال فتره الانتقالات الشتويه المقبله. هي بقى الحاجه اللي بتزعلني، والجمهور حتى واخد باله من القصه دي. الاهلي كسبان وعامل نتيجه كبيره، وتلاقي الانتقاد لبيتسو موسيماني، وان في لعيبه هتمشي وفي لعيبه هتقعد، وان الراجل عايز لعيبه حتى كمان في خط الدفاع. هو لسه فتره الانتقالات جت، ده الاهلي كسبان، يعني الاهلي كسبان. طب نشوف مع بعض اللي جاي، لان كمان اللي جاي اغرب واغرب. صفحه بطولات بتتكلم على ان جلاتا سراي يضع شرطا قبل التفاوض مجددا لضم ديانج من الاهلي. يعني كمان لا، ده احنا دخلنا في تفاصيل التفاوض، وان التفاوض بدا من جديد او تم استكماله بعد ما توقف فتره، وان جلاتا سراي بيقول انه لو كمل في الدوري الاوروبي هيبدا المفاوضات لضم اليو ديانج. هو حد قال لكم ان الاهلي عارض اليو ديانج للبيع؟ هو بعد مباراه القمه الاخيره والفوز بالخماسيه على الزمالك، هل ممكن حد يكون بيفهم كوره يقول ان الاهلي هيستغنى عن ديانج في يناير، وانت لسه المشوار الافريقي بجد هيبدا في شهر فبراير؟ اي منطق واي عقل ممكن يقول الكلام ده؟ طب نشوف اللي جاي كمان ايه، هل ديانج بس ولا الكلام على مين؟ حساب الاهرام، لاعب الاهلي يرفض الرحيل الى الاسماعيلي في الانتقالات الشتويه. الخبر ده انا قريته اكتر من مره في بدايه الموسم، ومن حوالي شهرين في التوقيت اللي كان لسه محمد محمود راجع من الاصابه، وقلنا محمد محمود مكمل مع الاهلي وعنده احساس ان هو لا هياخد فرصته في الاهلي، وعنده تحدي، ونزل لعب مع فريق الشباب مباراه رسميه في دوري الشباب ودوري الناشئين، فبالتالي محمد مكمل. طيب نشوف كمان ايه اللي مكتوب عن بعض اللعيبه. موسيماني غاضب من الاهلي، الاهلي كسبان 5 وموسيماني واخد اجازه، وموسيماني غاضب من الاهلي. موسيماني غاضب من الاهلي ليه بقى؟ بصوا بوابه اخبار اليوم على تويتر بتقول ايه؟ ان بيتسو موسيماني طلب سرعه التعاقد مع قلب دفاع. يعني انا احتوي موسيماني بعد غضبه ده ولا اعمل ايه طيب؟ يعني نحتويه طيب؟ يا جماعه يعني خلينا نتكلم بمنطق شويه. راجل كسبان 5 واداء مميز، وحصلت اصابات ونزلت لعيبه وادت بشكل كويس، هل تلت ساعه خلاص الراجل بقى زعلان وغضبان وعايز تدعيم في خط الدفاع؟ امال المنافس يعمل ايه؟ يعني لما يبقى الاهلي كسبان 5، ها الاهلي كسبان 5 والناس تقول الاهلي عايز يدعم خط الدفاع، وموسيماني غاضب من الاهلي انه عايز يدعم خط الدفاع وعايز يدعم حراسه المرمى، طب المنافس ايه طيب؟ يعني المنافسين ايه طيب يا جماعه؟ مش هقول المنافس واحد بس، المنافسين ايه طيب؟ هو التركيز ليه على الاهلي بالشكل ده؟ ليه تصدير صوره دايما ان في مشاكل فنيه جوه الفرقه؟ ليه في تصدير دايما ان في مشاكل فنيه؟ ليه مش الناس مش قادره تقتنع ان في مدرب افريقي نجح في مصر؟ ليه الناس مش قادره تقتنع ان في مدرب افريقي عمل ارقام مع الاهلي في فتره 10 شهور او 12 شهر محدش قدر يحققها على الاقل اخر 10 سنوات؟ ليه الناس مش قادره تقتنع؟
لا موسيماني غاضب ولا طلب تدعيم خط الدفاع ولا في كلام من ده اصلا دلوقتي، لسه الكلام ده لسه على شهر يناير ولسه عندنا مباريات محليه، فالكلام ده سابق لاوانه. امال لو كان لا قدر الله الاهلي خسر بالخمسه وكان خد اجازه، ده انا لغايه دلوقتي ما سمعتش كلمه واحده عن مدرب الفريق المنافس اللي خسر بالخمسه انه راجع ولا مش راجع. لا ده ممكن كمان بكره وبعده لو منافس مثلا ايه يعني بيتسو اتاخر يوم، لا ده شكله جاي له عرض في الخليج. اخرج الى فاصل.